في لحظه والله تاكل كف قدام الكاميرا هاي الجمله هاي الجمله كف كف قلت لك تتواجه نمثل بيه في فلوجه عيطوا لي يعني ها ونمثل وكاو في غراسيون ديجا قالوا لي برشا راك باش توصل وشنو هذوما وشام ولا شنو الفازات تتواجه نمثل بيه في فلوجه بالله ديديكاس لولاد فلوجه ايزيت رادس فراس جبالي حمزه بالخير حمود الاسيستون مالك مالك وخاليه ولاد وعزه تمثل معاكم بيان سور انا الفلوجه وبالكاسك استنوني انا عندي رول برينسيبال السنين سامح فلوجه توا شنو يعطينا سكوب من الفلوجه كيفاش سكوب اش معناتها سكوب اش معناتها كلها حاجه هكا باش تصير كيما انت مثلا قلت لي بشكل كف ما قلتش انا قلت شكل كاف انت كاف سبحان الله ما نعرفش ما عندك شكون ما نعرفش باش تطلع لك ميمز الحكايه في الفيسبوك ميمز اول مره تمثل اول مره ليه وديجا عامل خلي كمل يحكي معايا عايش اربع سنين ديجا عامل انا معناتها كونتراتو مع ام ام ايفنت عرفتها في بلاس باستور وعيطوا لي في خاتم على الليسته باش نمثل جيت فلوج عندي اربع سنين الحق والحق عيطوا لي يعني نمثل وكاو في غراسيون توا التمثيل فيه مستقبل وفيه فيه هو ساعة تقرا ولا اش تعمل انا نقرا توازينيكو ونقرا تياتر ونخدم في الراديو وكل انا باك تكنيك وانت باك تكنيك في ليسر وردية مشيت عملت كاستينج وقبلوك مش بالمعارف ولا حاجه ديجا قالوا لي برشا راك باش توصل وفما شكون طيح لي مورال فهمتني امانا مانيش حاسبهم نحب نشكر بالحق انا نخدم مع عبيد محلام على الاخر فراس محمد خاوله لي مدام سوسن الجمني سوسن الجمني مخرجه ما شاء الله عليها ربي يوفقها اعطينا جمله من دورك في المسلسل جمله من دوري من المسلسل بلحظه والله تاكل كف قدام الكاميرا هاي الجمله هاي الجمله كف قلت لك استاوا في الحلقه الاولى بتشوفوني شاده الكتاره وكره الممثلين